كابتن سماح حمزة من الأول كده أم الخمس أولاد في أعمار سنية مختلفة، وبعدين جات لها فكرة مجنونة كده طاقة إنها تشتغل وكيلة لاعبين كرة قدم، فاشتغلت المهنة دي من 10 سنين دلوقتي. لو دخلت جوه نفسي كده وبتكلم عن نفسي شوية، سماح من فترة مش بعيدة قوي كانت من مصابي الكانسر، وكان المفروض إن أنا تعبانة جدا جدا لدرجة يعني جامدة، فكان من أحلام حياتي إن أنا أطلع من الحياة وأنا سايبة بصمة. إنما هي البصمة دي أنا بدور في دماغي إيه نوع البصمة اللي ممكن أسيبها يعني. فبما إني أنا جوزي في المجال الرياضي وأخويا في المجال الرياضي، ففكرت بسأل كده سؤال، هو في وكيل لاعبين ست؟ فرد عليا جوزي قال لي ما سمعناهاش والله. قلت له طب أنا هشتغل وكيل لاعبين ست. فطب ربنا يسهل الأمور بإذن الله. هو خدها كنوع من أنواع إيه انت بتهزري يعني ما سمعناهاش قبل كده. قلت له لا والله انا هشتغل وكيل لاعبين وهشتغل افارقه مش مصريين كمان. قال لي طب لو عدى عليكي سنه وانت شغاله في المهنه دي وعرفتي تدخلي معاهم والله انا اول واحد هيقف جنبك. وخدت ده وعد منه. اشتغلت اول ما بدات على الافارقه، ما بداتش على المصريين، وكان ده الغريب ان انت بدل ما تبتدي باهل بلدك لا انت عملت استقطاب لعيبه تانيه من بره. بعدين بدات ان انا بقى اشتغلت الافارقه، كان مصطفى بيساعدني بما انه هو لعيب كوره ومدير اداره الداخليه الفريق الاول، فقال لي طب تمام انا يعني يشرح لي ازاي اعمل عقد اللعيب. بعدين خلاص من اول ما عرفت ازاي انا هبتدي اشتغل اعمل ايه الحقوق والواجبات اللي اللعيب محتاجها مني، خلاص فهمت مع اول عقد الامور مشيت. بس احكي لك موقف مضحك بقى. اول عقد عملته في حياتي اللعيب اسمراني وانا واقفه جنبه، وبعدين كنا غزل المحله، وبعدين هو افريقي وبدا نزل اول حاجه تتقال عن اللعيب، طب ده اللعيب واحنا عارفينه ده طارق محجوب، امال اللي معاه دي مين؟ رحت انا ضحكه بقى كده يعني انتوا بتهزروا؟ بيقول لي انت امه. قلت له انا خالته. وبدانا مع غزل المحله بقى هزار غير عادي. عرفوا ان ايه في ست بتشتغل، هم في البدايه جس نبض، هم اذكياء جس نبض، فانا خدت الامور بضحك وببساطه ودي طريقتي في التعامل عامه. فاشتغلت معاهم، بقيت اروح بقى احط كرسي واقعد بعيد بقى وانا ساكته كده واتابع من بعيد هما هيتقبلوني ازاي، لحد ما لقيتهم مره في مره الولد بدا يلفت نظرهم، فبقوا يتكلموا عنه، مش ده اللي كانت جايبه واحده ست، مش ده اللي خلاص عرفناه. فبقيت اروح بقى المعامله اختلفت. احنا بدانا باول لعيب بدا ان هو يحط الصور بتاعته على صفحته الشخصيه، فبدا ان لعيبه تانيه من بلاده تدخل تكلمني لعيب في لعيب، فبدانا ان انا عندي داتا بقى، خلاص بقى عندي داتا. بس مش لا اخفي عليك سرا ان انا في البدايه بقى يجي لي فيديوهات غير اللي بيجولي، يعني يجي لي فيديو انا خلاص الولد ده بسم الله ما شاء الله ده حاجه نابغه. فبعد كده اول ما اشتغل عليه ويجي لي مصر ابتدي بقى عارف اللي هو النضاره المكبره اللي هو ده، طب هو اسمر بس مش هو ده، لا انا عايز افهم. لحد ما بقيت في الاول يعني يضحك عليا شويه كده لحد ما اشتغلت وخلاص بدات اعتمد ان الفيديوهات ما بشتغلش في فيديوهات، اللعيب يجي له دعوه واجيبه، لعيب في التاني فلقيت عندي عدد كبير من اللعيبه، طب دول انا هوديهم فين؟ وعايزه اعرضهم بشكل كويس محترم. فمن هنا جات لي فكره ان انا يكون عندي فريق افارقه، وده برضو حاجه انا اختص بيها ان هي اول ست عندها فريق كامل من الافارقه. لسه كنت بلعب كابتن كشري عبد الرحيل من الانتاج الحربي بفرقتي، لعبت ميدو لما كان في المقصه بفرقتي، اللي عملت مباريات كتيره يعني. بدانا باوضه فيها 2 لعيبه، بعد كده بدانا ب5، بدانا ب7، بدانا بشقه، بدانا بشقه اللي قصادها، لحد ما بدانا خلاص بقى دلوقتي في شقتين 3 فيهم اللعيبه الافارقه موجودين مع بعض والجنسيات كلها، يعني شقة غينيا خلاص انتهت، في شقة تانية نيجيريا خلاص قفلنا كده، ما بيعدوش أكتر من جنسية في مكان واحد. أنا أعرف أسوق بس ماليش في التدريب، حتى ما بيجي لي لعيب مش أنا اللي بقيم اللعيب، اللي بيقيم اللعيب مدرب. ممكن يجينا لعيب كويس جدا بس المركز ده متكرر عندي. بعد كده بدأت إن يسألوني بقى أنت جايباهم منين؟ جايباهم من العتبة. عتبة إيه يا جماعة؟ بيبيعوا سباحة؟ سباحة مين يا جماعة؟ ده هو جاي لي شغلته الوحيدة إن هو يلعب كورة، بيتمرن كل يوم لحد ما يكون عنده مباراة، في مباراة تمام وحاضرها سفير السنغال في مصر ونائب من السفير من الجالية الغينيا. ليه في الكورة بحكم إن أنا يعني أخويا لعيب كورة وجوزي لعيب كورة وولادي أنا اللي بجيبهم التمرين وأديهم.
فاحنا هم احنا نايمين قايمين بنتكلم في الكوره. انا قبل ما بروح بكون مظبطه كل حاجه للاعب، يعني النسب موجوده قد ايه، مده العقد قد ايه، القصه كلها موجوده. فنبتدي خلاص احنا متفقين اهو، واللعيب انا عندي طباع في البدايه عشان اكتسب ثقتك هسيب لك اللعيب فتره ومش هتصل بيك بالتليفون. ما انا كان لازم اعمل اسم، فهعمله ازاي؟ ما عنديش الاسم اللي اقول لك بالتليفون انا عندي لعيب وخد الفيديو بتاعه، لا انت عايز تشوفه في الملعب. خلاص اتفقنا على النسب واتفقنا على كل حاجه، وتيجي وقت التوقيع بقى. لا يا كابتن احنا اتفقنا على مثلا سي 50,000. لا 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 والله ابدا، والله ما يحصل. وابتدي بقى في البدايه ايه يعني، على حسب ان احنا مصريين وبنحب نفاصل يعني، ده في البدايات. بعد كده خلاص بقى هم فهموا ان الديل يعني ديل، اتفقنا على سعر، ده جاي لي من بره بسعر، قاعد عندي بسعر، وصل لك انت بسعر، فالقصه خلاص محتومه معايا، واللي عرفني عرف ان انا الامور معايا سهله.